لم يجد أطفال الجلفة سوى هذه البرك والأودية قصد الهروب إليها بسبب الحرارة المرتفعة التي شهدتها المنطقة في ظل نقص المسابح العمومية. الوديان كما ورد الظن هي الاسباب على نقص الامكانيات، ما كانش مسابح، هنا ما عندهمش محسوب يكونوا رحلات، محسوب البحر، محسوب رحلات، ما كانش، هذه النقص، هذه الاسباب اللي تؤدي لهذه الامور. مصالح الحماية المدنية لولاية الجلفة سجلت عشرات الغرقى في الأودية والتي أودت بحياة الكثير منهم. سجلت مصالح الحماية المدنية خلال السنوات الأخيرة ما بين 2013 و 2017 135 تدخل، أسفرت عن 5 منقذين و 51 حالة وفاة. أيضا سجلت مصالحنا سنة 2017 العام الفارط 37 تدخل، أسفر عن 12 حالة وفاة. وحذرت مصالح الحماية المدنية أولياء الأطفال بعدم ترك أبنائهم ومراقبتهم أثناء فترة معينة، إبعادهم عن الأماكن الخطيرة أمثال الأودية والمسطحات المائية، واقتيادهم إلى أماكن أكثر أمان مثل المسابح. بناء مسابح عمومية للأطفال والمراهقين في جميع أحياء الجلفة وبلدياتها قد يحد من هذه الظاهرة التي نسمع عنها يومياً.